الوغ انا سميتي مريم توزاني، اول مره اللي غادي نمثل. سينو شحال هادي كنت صحفيه، درت الاخراج اوسي وباقا مخرجه، ولكن هذا دور ديالي الاول كممثله. انا الزوجه ديال نبيل عيوش، دابا ساكنه في كازا ولكن انا طنجاويه. تعرفت على نبيل كصحفيه شحال هادي، جيت نعمل له واحد الانترفيو، كنت كنكتب واحد لارتيكل على لا فيلموغرافي ديالو. تعرفت على نبيل، هضر لي على الافلام ديالو، دونك سيتي بور لارتيكل ديالي. في ديك لو مومون هذاك تعرفت على نبيل في 2008، كنت عملت له انترفيو دونك بور لونيون اوروبيان. في ديك الوقت كنت كنعمل واحد لارتيكل دونك على لا فيلموغرافي ديال نبيل عيوش. ملي تعرفت على نبيل عيوش المخرج، اون ميم طون جي كونو نبيل عيوش لا بيرسون، دونك لا بيرسون اللي عندها واحد لا باسيون pour la société ديالها، اللي عنده واحد لا سنسيبيليتي، اللي عنده واحد لو ريغار ديالو خاص به، وداك الشيء كامل. الشخصيه اللي كان مثل في الفيلم، شخصيه ديال واحد البنت سميتها سليمه، هي امراه مزوجه عايشه واحد الحياه اللي ما كتعمرهاش غيرمون. علاش؟ حيت هي كتبغي تعمل الحاجات اللي غيفرحوا المجتمع ديالها، اللي غيفرحوا راجلها ما كرهاش تكون غير مراه زوينه اللي غينزل فوق واحد لتاجير مره غتخرج معاه يبينها اي بي سي تو، وما كيسمعش داك الداخل ديالها شنو عندها، شكون هي بصح. ما كيعرفهاش كاع شكون هي، ما كيعرفش الاحلام ديالها، ما كيعرفش الحاجات اللي كيخليوها تكون فرحانه، اللي كيحزنوها، اللي ما كيعرفش داكشي كامل، وعنده فحال فحال اون رياليتي. حيت هو باغيها تكون داكشي اللي هو باغي، اللي كيتخيل هو، دونك فحال المجتمع ديالها كيلكو باغ. وسليمه باغات كتوصل واحد الوقت في حياتها اللي كتحس براسها عندما تعمل اختيارات، كتختار اما غادي تكون داكشي اللي باغا تكون وتكافح، اولا تبقى فحال اللي هي في واحد لو كونفور لي اون رياليتي ما مفرحاش. نكتب عليك اذا قلت لك ما كنتش خايفه. ما نقدرش نكتب عليك الحق، وكان كنت خايفه في الاول ملي قال لي نبيل دوز التجارب ديال الدور. خافت علاش؟ اولا حيت راجلي هو اللي ديغيغ لا كاميرا، دونك انا باغي نعمل واحد الحاجه اللي يقدر يكون هو فخور بها، دونك بغيت نحمر له وجهه، وما كنتش عارفه راسي واش غادي نقدر نمثل ديك الدور ونوصل داكشي اللي هو كان كيتصور في ديك البيرسوناج هذاك. دونك ما كنتش باغيه نكون اون ديسيبسيون ليلو، فهمتيني؟ ما كنتش باغيه يقول يمكن غلطت ما كانش تنتما ولا، فهمتيني؟ دونك داكشي خفت في الاول. ولكن انا كنعرف نبيل ما كيعملش شي حاجات باش يعملهم، داكشي اللي خلاني نثق في راسي اوسي. نبيل ماشي من النوع ديال الانسان اللي باش يعمل لك بوغ تو فيغ بليزير غادي يعطي لك واحد الحاجه. اذا عمل حاجه هي اذا كان 100% كونفانكو، اذا كان تايق بها. دونك دوكو حسيت اذا نبيل كان تايق بيا بانني نقدر انتربريتي هاد لو بيرسوناج هذا ونوصل داكشي اللي باغي يوصل هو اترافير هاد لو بيرسوناج، سا فو دير كو انا بدي خصني نثق براسي. انا الافلام ديال راجلي اللي كيعجبني فيهم هي كنحس بهم ديما كيقلبوا على واحد لا فيغيتي، على واحد الصراحه في المجتمع ديالو، وكيقلبوا يعاودوا شي حاجات اللي بزاف المرات الناس ما كيقدروش يعبروا عليهم. دونك كاينه ديك لو كوتي فيغيتي، فحال واحد لو سينما دو ريال، فهمتيني؟ واحد اون فيكسيون ديال لو ريال، ديال الحياه ديال كل نهار، ديال الحاجات اللي كيعانيوا بها الناس. واللي كيعجبني في الافلام ديالو هي كي الحاجات اللي ما كنشوفهمش بعض المرات، اللي ما كنعطيهمش اهميه، هو عنده واحد لا سنسيبيليتي كيمشي يفتش عليهم، كيمشي يقلب عليهم، حيت كيهمو بزاف الاحساس ديال الناس، شنو عنده من داخل، شنو الحاجات اللي ما كيقدروش يعبروا عليهم. شي مرات كيبغي هو يعطيهم الصوت.
الوغ كنت حامله في الفيلم ايه، ما كنتش عارفه راسي في الاول حامله. عرفت راسي ملي كنت بديت السيمانه بعد التمثيل، عرفت راسي بانني حامله بشهرين. دونك البيرسوناج ديال سليمه جوستمون بيرسوناج ديال واحد المراه حامله اللي لا ديسيزيون هي كتجيها اوسي حيت كتحمل وكتسول راسها بزاف الحاجات اللي ما كانتش كتسال راسها قبل. سبت راسي كمريم توزاني، حتى انا كنعيش نفس الحاجات اللي عايشه سليمه. وبزاف الاسئله كنت ديجا انا عارفاهم، مع استاذ ما غادي نسولهمش راسي بحق ديجا بزاف الحاجات اللي عايشه هي في لو بيرسوناج اللي عشتهم انا. وبزاف الحاجات ملي كنا كنكتبوا الدور ديال سليمه بحال دابا ملي سليمه كتكمي في الفيلم، كنقول نبيل كنقول ولكن دابا هاد سليمه هادي هي عارفه راسها حامله وكتكمي، زعما حشوم عليها كتكمي وهي عارفه راسها البيبي ديالها غتاثر فيه. وكنقول له بون سي با غاف حيت عارفه راسها داك البيبي نورمالمون باغا تحيدو في الفيلم. فينالمون صدقت حاصله في لو ميم بروبليم باسكو انا كنت حامله وصرت راسي كنكمي، الوغ كو في حياتي انا ما كنتش نقدر نعمل واحد الحاجه هكاك وانا عارفه راسي وانا عارفه راسي حامله. باغ اكزومبل هذا غير مثال واحد، ولكن بزاف الحاجات اللي عشت في لو رول وانا حامله اللي كانت كتعيشهم هي. ولدنا وليد عنده 6 شهور دابا وسميتو نهم. الوغ في الاول جاتني شويه صعيبه حيت ديما كنت كنقول واخا كنعرف راجلي مخرج بروفيسيونيل بزاف في الطريقه ديالو ديال التعامل مع ليماج وداكشي كامل، كنت كنقول يمكن كاينه واحد لابارتي ايموسيونيل اللي هو ما يكونش ما يفا با لا كونترولي، دونك بوتيتر كو ملي غايشوفني شي حاجه غتبدل فيه في النظره ديالو، واش ما يبقاش يبغيني بنفس الطريقه، واش غيكون واحد لافون واحد لابري في الطريقه ديالو اللي غيشوفني. دونك لا فيريتي سي كو كاين واحد الخوف صغيور داخل، ولكن هضرت مع نبيل وقلت له هذه واحد الحاجه اللي كت بحال واحد لو فران حيت كنحس خايفانه عندك تبدل شي حاجه في لو ريغار ديالو فيا، فهمتيني؟ حيت هو كيغير عليا بزاف وانا كنغير عليه بزاف، هادي استدير حنايا هيدا مع بعضتنا. ولكن نبيل بالزربه وضح لي الحاجات بان الدور اللي كنمثل دور والحياه الشخصيه ديالنا وشكون انا في الحياه حاجه اخرى. دونك كل حاجه بوحديتها، خدمه ومريم حاجه وسليمه حاجه، انا كنمثل دور ديال سليمه. دونك عاوني باش نفهم بالزربه بزاف بان هذاك دور وبان حتى حاجه ما تغير فيه داخلي. نبيل عمره ما غير مشي مشهد، عمره ما غير مشي مشهد فحال اللي قلت لك، حيت نبيل كان عنده في باله الحاجات واضحين بزاف. هو سي ان غران بروفيسيونيل وكيعرف يعمل الفرق ما بين الحياه والسينما والشخصيه ديالي بيرسونيل والدور ديالي في الفيلم. دونك لا هو عمره ما غير حتى شي حاجه، وانا اللي يقدر يكون كنت متخوفه شويه في الاول بالزربه وضح لي داكشي وجوستومون فهمت بان ما عنديش علاش نخمم في داكشي كاع. انا كنغير على راجلي بزاف، هو كيغير عليا حتى هو، مي او ميم طون انا كنظن نقدر نقول لك ما نغيرش، ولكن نقدر نغير وديك الساعه غادي نقدر نفهم باغي بان هذاك تمثيل وما عنده حتى شي علاقه مع الحياه. دونك نقدر هيدا نقول لك وي غادي نغير، ولكن اون رياليتي ملي غادي يكون في ديك لو مومون هذاك اللي خصنا نمثلو وهو خصو يمثل دور، جو بونس ديك الساعه كليرمون غادي نعرف بان خدمه دور والشخصيه ديالو شخصيه ديالو بيرسونيل. دونك ما كيخصناش نخلطوا الحاجات. الوغ يشوفوني الناس في الحمام ما خافتش، نقول لك واحد الحاجه، انا ما خممتش كاع في داكشي، انا ما خممتش راني في الحمام غادي يشوفوني الناس في الحمام غادي يقولوا علاش، حيت انا كنت
اللي كيهمني هو نوصل شنو هو الاحساس ديال ديك ديك لو بيرسوناج في ديك لو مومون هذاك. دونك انا ما كنخممش كاع شنو غيقولوا الناس، واش كانت في الحمام ما كانتش في الحمام، كيفاش لابسه ولا كيفاش ما لابساش. ودو بيز ديال البحر ماشي خافت، بالعكس. علاش؟ حيت انا دابا ما خصنيش شي واحد يقول لي ما تمشيش للبحر وما تمشيش تلبس دو بيس في البحر. حتى واحد ما عنده الحق يقول لي مشي او لا ما تمشيش لبس او لا ما تلبسش. في حياتي الشخصيه انا بغيت نمشي للبحر ونلبس دو بيس، حتى واحد ما عنده الحق يحيدها لي. دونك نو، ما غادي نخافش في الفيلم نبين واحد الحاجه اللي انا في حياتي كنبغي ندافع عليها. كلمة أخيرة هي عيشوا حياتكم، عملوا داكشي اللي باغيين تعملوا، ما تبقاوش تخموا في الناس، اللي كاين داخل خليوه يخرج. واحد كيخصو يحرر راسه من هاد الحاجات كاملين اللي كيربطوه.